يوم النبيذ اللبناني اللي بيجمع الصناعة والزراعة والسياحة والدبلوماسية وبيستهدف بنسخته الخامسة السوق السويسري. بعد تألق النبيذ اللبناني بباريس وبرلين ونيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس سان فرانسيسكو، اليوم تألق جديد للنبيذ اللبناني بالسوق السويسرية بزوريخ. ونحن حبت وزارة الزراعة تنظم هالحدث الخامس لأنه سويسرا تتمتع بقوة شرائية كبيرة لنبيذ. It's all about branding. كل ما عملنا له اسم، كل ما علينا له من قيمته والكواليتي تبعه له، كل ما نقدر نبيع القنينة أغلى، كل ما زاد نسبة الأرباح. الدولة اللبنانية لازم تشتغل كلها سوا مع وزاراتها لتحط خطة كيف بدها تنقل الواين من ليفل لليفل. 3% هي حصة السوق السويسرية من إجمالي صادرات النبيذ اللي بتوصل إلى حدود 4.5 مليون زجاجة، حصة مرجحة للنمو بشكل كبير مع اهتمام السويسري بجودة واختلاف نبيذ لبنان. أكيد أنه السويسرانية مهتمين كتير بالنبيذ اللبناني، والدليل أنه في عنا 59 واحد عم بيحضر كل مرة ماستر كلاس، عنا 3 ماستر كلاس، وهيدي أول مرة بتصير معنا، لأنه عادة بيكونوا يا 20 يا 30 واحد عم بيحضروا الماستر كلاس. وجودنا هون بزوريخ اليوم وجود كتير مهم بشكل عام للنبيذ اللبناني، وبشكل خاص أكيد لشاتوكا، لنعرف الجالية اللبنانية اللي عايشة بسويسرا على منتجاتنا وعلى نوعية النبيذ اللبناني اللي عندنا. مش احنا المطلوب مش ننافس النبيذ السويسري، احنا مطلوب منا نكون سفرة للبنان. مع تضافر جهود القطاعين العام والخاص، قدر قطاع النبيذ انه يسجل نمو وصل ل 24% بالسنوات الخمس الماضية. 300 ألف دولار هي قيمة صادرات النبيذ اللبناني إلى السوق السويسري اللي بتكتسب أهمية كون السوق واعدة للنبيذ عالي الجودة وذات السعر المرتفع، ما بيشكل فرصة أمام المصنعين اللبنانيين للتغلب على ارتفاع كلفة الانتاج. من زيورخ بسويسرا، لطف الله بوخازن، جيسي ترات قسطون، MTV.